بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ومنه المنادى المضاف نحو يا عبد الله، ومنه المنادى المضاف يا منادى المضاف نحو يا عبد الله، والمضارع له نحو يا خيرا من زيد، والنكرة نحو يا راكبا. بحثي أو ما كردوني كمفعول به عاملك حذف ذكرت خوي دمينيت أو تشنش تيش ما بحث كدن ككتمان أمانها بلام زمخشري لم كتاب داك تشون ككتابيك مختصرة فقد يقدانان هنا ايش كتيا منادى جا عرضي برايخون كم بحثك بحثيكي تشروبرو واقعا قرانيشا باش كم بتوانين بحثي منادتها وفي الصفة المفردة تواكينو لمن حال بتوانك براسي درسي مرو قرانا يتشل شوين قرانا كاني انموزج ام قالين يا قالي بعديا على باشيك لمفعول به كبلين فعلك حذف ذكرت حال يرزم نبي منادايا ليرا دا دقيقا تغيير أسلوبك دا زمخشري ككلمة من هو هنا أم من هو بيان قري أويك ليرا دا لازم كفعلك مقدر بلباب منادا دا مناداك للفظة منصوبة لمحل منصوبة مفعولية بو أوفي لمحزوفة كبجيغي أوتي هاتوا يايك لحرف نداء هاتوا أو بشك لوك مفعول به حذف ذكر لي منادى مضافة وكو يا عبد الله اسل ركان دا عبد اضافه كرا بروتي برو الله منصوب شا ومنادى شبيه له هي له بو مضافة توانا منادى كشبيه تبيت مضاف به جا شبيه بمضافة كلا شرحكا ديلي من هلا شرحكا مجبود ضلم دو صورتي كي هي معنا كي كتير منادى الشبيه بمضاف وكو يا خيرا من زيدين سخر انها منصوبه فزمان معرب والنكره منادى نكره تبانجي كسكي نازاني كي بعام وكو كابلا ضل يا راكبا بورا قاعدة بولي كالوان تيدين سوارا تضل يا راكبا كاكي سوار اه منظور دانكي بخصوص يعني اقل منظور دانكي بخصوص يعني به او دبت معرفه بلا بعام ديلي او تشيا نكره جا امس يا بشار منادى مضاف منادى شبه مضاف منادى نكرة أمانة منصوبا يعني معرب أمانة أقول إضمار فعل المفعول به إما على طريق الجواز نحو ما مر في المثالين وإما على طريق الوجوب مقدر كدني فعل مفعول به يا برقي جوازا حال يرتم دبي يعني جائزة أوشتا وكو ما مر في المثالين يا مقدر كدني فعلي مفعول به يا برقي جوازة يعني جائزة حذف بكري وحذف جنكرت وكو لو دو مثالاني بيشو داك قتلا مكة القرطاسة يا على طريق الوجوب يا واجب مفعول به يا كفعل كتبت حذف بيت وذلك في المنادى المضاف أوش لشو دا لمنادى مضاف دا فلذلك قال لبرخاتري أويا ك لا بس طريق وجوبها قال ومنه أي ومن المنصوب بالفعل المضمري المنادى المضاف البشيك لو اسمك منصوب دبي بفعلك مقدر منادى مضاف وكتي يا عبد الله استولي لدى عبدت يا أدري بلاي برزخهم كم منادى مضاف ومنصوبة وكاتا والمضارع له أي المشابه للمضاف مناداك مشابه تبي مضاف بيت وكو يا خيرا من زيدين جا دقتك فإن خيرا لا يتم إلا بمن زيدين خيرا كتكمل دبي فقد بسي تكمل دبي بمن زيدين تكمل دبيت كما أن المضاف لا يتم إلا بالمضاف إليه هل وقت شون مضاف فقد بمضاف إليه تكمل دبي أم شرب ما تكمل دبيت أو ليركان دام معناي شبيه بمضاف عندك بس شبيه بمضاف أو يا وق مضاف بمضاف إليه تواب دبيت أمش بتي تعود به بما بعدك يخوي تعود به أجازي يا خيرا بتي تعود به بمن زيدين كتعلق به بس جامد أو اسمك شبيه مضاف جاد واقع يا منصوب يا مرفوع يا
مجلول تعلق بوده بسته البته برج کشتی آنها مثلا خیران لیره لابوی پیلا منادی شیبه مضاف چون که عمل دکه لمحل جار مجلول دکه ده عملی نسبه دادت هر وکو مضاف لمضاف لیه که عملی جار را ادات یعنی مثلا یا خیران من زیدین من زیدین لمحلاتی منصوبه بچی منصوبه بخیران منصوبه هر وکو چون عبدا عزیز ابراهیم برزن کن کم مضاف لیه که مجلول دکه به اضافه کردنی برو اوی اما باشه چکه او توضیحان او توجیهان کردو یا باشه که توی نه یا خیر من زیدین بو خیر من زیدین بو منادشی به مضافه چون که خیرن من آوا خیرن من خیرکه لگل من دا اسمی و کوزهی چلی دکا مجرور دکات زرد چک جاو کاتا امجا شبی به مضاف او ام وکو ام مثال جاری و شبی به مضاف تقی یعنی شباهتی که به مضاف هیا وكو أم مثالا بمجولة ديتا جي يا أصلا عزيزي بلاي برنقم جملة يكدبتا صفت مثلا كابلا دلا يا حليما لا تعجل أي كاكي أعلام لسرخو عجل مكا يسي لا تعجل لبتا جي نعد بو جميلا ديو حالتي الشيب مضافي هي لواقيدة چونك أو لا تعجل بيانجري أوي كمعنى حليما تدكا تاودكات حال لازم لبي ایت امانشیان لواقعاتی هر گوتوه زود شک ارزی برای خون کم و نکیره تو ای غیر المعینی او که کان نکیره و کان نکیره چی غیر معینه و کو یا راکیبن چاو لیتی اسه یا راکیبن ارزی برای خون کم لیرکانه دا منادای منصوبه فكل من هذه الثلاثه منصوب بفعل مضمر هل يقلم سيانا منصوبا بفعل شيتي مقدر لا يجوز اظهاره كاظهار فعلك صحيح ني ودرست نيه بو لان حرف النداء انيا بدل منه چونك حرف نداء كيايا بدل منه التي لا فعلك يعني الذي فعلك ياك هاتوا ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه دروزنية جمع لبيني بدلو مبدل منه دا بيني لبيني بدلو مبدل منه تبكي جمع كي يا كش بيني فعل كش بيني اشتوا غلطة والتقديرو آوى أصلكي أدعو عبد الله أو أبو يا عبد الله دواتر أدعو خيرا من زيد أو أبو من هذا الشيء وأدعو راكبا ديف حزف أدعو أدعو حزف بوا وأبدل منه يا بجي فعلك تشي ما وتواني يا ما وتوا رحمة اللي به زوجك بس أمانة عبد الله خيرا راكبا بنبا مفعول بفعلك مقدر قبلين أدعو بيت زوج باش قال وأما المفرد المعرفة فمضموم في النزي بس أمس يا منادى كبرسيان مضاف شبه مضاف نقل أمانة منصوب نو معرب أو كده إخواني نسي أو مناديتيا مبنية تكتيان منادى مبني بلا منادى مفرد معرفة يا نكيري مقصودة إيش بيدل نكيري مقصودة يعني شيء أم وأما المفرد المعرفة فمضموم في اللفظ ومنصوب في المعنى زرتك وكو يا زيد ويا رجل أم عبارة البتة ناقصة كامل ميم عبارة جاد اليكش بيلا كاك جن عليه اما منادى مفرد معرفه لباب ندادا كوتيان مفرد نقطه مقابله كي تسنيم جمعنا للتجنسيت مضاف شبه مضاف افرين ام جمع معرفه نقطه مقابله كي تشيا نكيره افرين فز منادايك كانه مضاف بمن شبه مضاف به ولولا شو معرفه به فمضموم في اللفظ ومنصوب في المعنى بباري لفظي كي مبنية مبنية لساتي ضم زرتك يعني مبنية لبلا ساتي لصدم ومنصوب في المعنى لمعنى جات لبي يعني لمحلات لبي منصوب لبي هل مفعول به هيك وكو منادى مضاف شبه مضافك بس دقتك ليكشتا لقل منادى مضاف شبه مضاف نكرة اتفاقي هي ليخ خالده خالك اشتيا هموي أمانة مفعول بهن أمي أوان للفظة منصوبون
اما ام لە معنا دا منصوبه پس هم یان چن مفعول به بلان لباری اعراب کدا او سی انا معرب نو اعراب کان نصبیه ام لە محل منصوبه وران لفظه چیه مضمومه افرین جاو کاتل لیر دا عبارت ناقصه کی اویا فقد مضموم اکتفرمیتی مضموم جگه خوی بو جگه خوی بی فرمویایا او علا ما یقوم مقامه مبنی به لسد ضم یا لسد اوی که لزی زم مدادنی شد اخی جا و مثلا وکو تسنی و جمع ایوانیا آفرین مثلا لتسنی دا عرضی بلای برزی خون کم تو دلی یا رجولانی اگر تسنی مرفوع بی رفعی بچیا با الفا ایوانیا باوکا اي اگر ارزي بلاي برزي خون كم شي بيضلن هل لولا اگر جمع به دي رفع بسي دي ما قبا ونابت حتى وازانم لش زوردا يق لحظه با ويدوزم والله وازانم او شتيش كدل يق لحظه اگر خواب كم اما باسي امام مبني لصدم موايا ان شاء الله ويدوزين جاب سالم والله ناس ام داخل ايدو زينو يانا فلاني بلا هلوها بلا دقيقا هلوها لي رجع هلوها شوك اقل مرفوع به ورفع اي بألف دبيت جمعش اگر مرفوع به رفعی باوده به پس لما بدیگونه کشیده اما که گوتمان یا زیدانی ایوانیا یا گوتمان یا زیدانی یا گوتمان یا زیدونه اعرابکی بچی ده بیت اعرابکی بچی و استش بناکه هر بوده الله مبنی لسه الف که الف لزی زمه یا مبنی لسه الواو که واو لزی گیتیا زمه یا افلی او تیکی نیفر ما متاسفانه باش زود شك جاء البتا ما مستا يوسف السموي كدونا بمباس كردي على ذكري أمتنا معتوفك حذف بو بي كأو على ما يقوم مقامه بيت يا أصلا هر حد بي زمخشري ذكري أغلبك يكري بي كزور تلوايا مفرد بي تسلينا بي جمعنا بي مثلا عوا حالي رزم لبي يا دلا مثلا باري مجازة أما چونك منظوري بزمه زمه بيو واوجد جاي زمه ده بيدوك الف واوكا يتدي بيو جربو تشاغا كاتو او اقول المنادى اما مفرد معرفه او غير مفرد معرفه جاوكا منصوب في اللفظ كما مره منادى يا مفرد بيو معرفه دبيت يا غير تلبيت مفرد بيو معرفه دبيت يعني دو بج دبي منصوب في اللفظ كما مره للفظ منصوب بيو كوكا غزرا اواني كغزران نا مفرد بن نا معرفة بن ولا منصوب للفظة أما وأما المفرد المعرفة فمضموم في اللفظ ومنصوب شي في المعنى منادى مفرد معرفة مضموم دبل للفظ دا منصوب دبل معنى دا وكوتي يا زيد فإن تقديره أدعو زيدا أما لفظه فمبني على الضم تقديرك أدعو زيدا وهل وكو وكان كواي محل منصوب ومفعول به بوسيب وفعل محذوفك بلان لفظة مبني سيلة صدام ألا لدى يكتي كيك فرموها بلان لشرح كده والله الله أعلم ني فرموها لما تنكاوت يا زيدو يا رجلو يا زيدو دلين منادى مفرد معرفة دو جورة جورة چي أوي بيش أوي بي كينا منادى معرفة بخوي وكو زيد إسا بيشتت يا معرفة بوا بعلمية بلان دو هم يعني وكو يا رجلو بي بمناداك كبانجي بنيداك كإما أنجامي دلين دي بتماني فمثلا چند كز لمز قوتها دانيشتون همو بوتو ناش ناسب بلان تولا قليش يشان قصة دكي مثلا بانجي دكي مولدي خطابي خلالي كتو خوكي چوي تولا يشي يا رجلو حالي رزم نبي آودل مقصودك الأو كسايا جابو يايا كتو رويتيا لكي تو قصي لقلا دكي ما بستكي خوتشيا رحمة شخصيك رحمة إخوة اللي بي جاء وبيضلا منادين نكيري مقصود يعني هالنكيري بلام أتو أو نكيري دلس إسكتو ناي ناسي شيء عالكوري شيء خلقي شوية بلام لخطابة كتاب وتو دي بيتشي معرفة ألي لدى أمتيكة توزك وردة
وإنما بني هذا لأنه يشبه كاف الخطاب في أدعك من حيث الإفراد والتعريف. زوجك ألا تي ألا منادى مفرد منفى أرزي بلاي خمكم بو مبنية دليل كيتشي ألا بو مبنية شنك لأنه يشبه كاف الخطاب في أدعك منادى مفرد منفى مبنية بو مبنية دقيقا لرداء أمن دبي توضيحاتك اللي ببدأ لخارجك تبكيك ناتشاري يك دليل مبني بون أمن توضيح يك أويا دليل مبني بون أصل أويا لا اسم دا اسم معربيت خلاف أصل أويا كواتبت مبني بيت علماء فرمي أنا اسم بحر جورك لجوركان بحر نوعك شباهتي بحرف بو أبيت مبني بحر جورك جاء عموما كدوانة تشوارجي أو تشوارجي هات من أوانا نعلم باشتك تولاني نبي بلا أصلي مطلبك بحر ريق لريقا بحر لهر ريقايا كوا شباهتي بحرف بو اسم بيدي بتتي مبني أو قاعدة دو أم زكاكي من اسم كبوبة مبني سؤالي دي درست بيت بوبة مبني مثلا دقتك باوكي تشوار بيانش كوري هيا لو چوار پنج کورانا او سه چواری کان صالح ریکوپیک وفادارن بحقی باوکاتی حرمت دادنن بلان یک دانا نقبته و نالبار بحرمتی به باوکی یکا سؤال لسر اوانه دروز نابه که بو حرمت لباو چند گرن سؤال لسر او دروزه به بو او بیرز یکا به باوکی بو چونکه امل اصل لای داوا شتی اصل سؤالی لسر درست نابد آفرین. آواک سوال است در زبان نشانی ناپسندی نجبتی کیتی کسوالی در زبان. پس اسم که معربون کس نرابو معرب آخه چون که اسم که ترکیبی دکه لگال چندان اسمی که اصلا اعرابی بگری و با 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 جوری ام اعرابی معنا دیاری بکرد. اتر آواک اسم ترکیبی که دو اعرابی نگر آو نشانی نالباریتی خلافی اصلا. جا آوقت اگر اسم بوم مبنی امتن سوال در زبان یک بوم مبنیه. دليل كيتشيا دو اگر مبني بو لسر سكون سؤالي كدرو زنابت جا جوا بكدا لو انده اتاو دبه فقط سؤال درو زبه كبو مبنية اما اگر مبني بو لسر حركة سؤالي دو مش درو زبه دي بو مبني نبوه لسر سكون چونك لما بنيش دا اصل اوه كمبني ومبني لسر شي سكون بو مبني لسر حركة او دو سؤال سي ام جالنا حركه كان دا قبل انضم يا فتحي بولا سد او حركته بخصوصيه مثلا يريد سؤال سوم او يا زيد بو مبني لسزم بولا سر فتح مبنيه بولا سر كسر مبنيه او توضيح حالي بي جابوا توضيحه وانت جابوا عبارتك بقدر وانما يبنى هذا لانه يشبه كاف الخطاب في ادعوك من حيث الافراد والتعريف وكاف ادعوك يشبه كاف ذاك يشبه كاف ذاك وكاف أدعوك يشبه بل كاف ذاك من هاتين الجهتين وكاف ذاك حرف مبني الأصلي فمشابهه يكون مبنيا أيضا ومشابه المشابه مشابه لذلك الشيء فيكون مبنيا أيضا أما الدليل أول برسيك كيا زيدو كمنادى مفرد معرفية بو مبنية على يبو مبني بوا هذا منادى مفرد معرفة لأنه تي يشبه كاف الخطاب في يدعوك بو شنك منادى مفرد معرفة شبيها بكافك وكلا أدعوك داهية شون مثلا من كبانجي زيد كم يعني أصلك آوي أدعوك آوي من بزيدي دلم يا زيدو يعني أدعوك بانقدك أم زيدو اللي ركان دا كآوهاتوا دقيقا وكو تيدتي وكو كافي أدعوك لتشت لتيدا من دلم يا زيدو أم زيدا وكو كافي أدعوك لتشتيدا كافك زميلة عفو كافك زميلة واسما زيدش اسما لتشتيدا أم دوشتي بتون أما البتا سيشتن لإفراد ولتعريفة
که زید وکو کافکا نمضافه نشی به مضافه. دو زید وکو کافکا زمیر و معرفه امش معرفه، یعنی زید وکو کافکا معرفه امش معرفه. دواتر تو لیدالی یا زیدو موردی خطابی قرار داده ها بانگی اکی دقیقا لیوش ده هروه ادعوکا او کافکا من بانگ دکم موردی خطابی قرار داده برکی جلان حتی لا مفعول بونده، چون که هم یا زیدو لأصلا زید مفعول لأصلا و هم کافی ادوکاش لأصلا مفعوله حالی بی بلان شارح فقل سر او دوانا زومی کردوه اسا افراد و تعریف. مثلا دلا ایما کدلین یا زیدو ام ی ام زیده لیردا لدو سروا بو کافک ایما دلین ادعوک بفرس شباهتی هي کافی ادعوک مضاف شبه مضاف لیند دا زید جوایه. کافی ادعوک معرفه امش معرفه دی کافی ادعوک زمیره و زمیره چیا مبنیه امش مبنی بید جا امجا بلا منتها یا زیدو مستقیم شباهتی به حرف ونیه، شباهتی به اسم کیک او اسم شباهتی به حرف وای آو بواسطه بوتا مبنی دقیقا. بلا نسی کافی ادعوک مبنی بونکی مستقیمه ام درس گرانه جا هر لوندش اکتفا دکین چون که او کیک لو گرانی های دیتا داره اینی دقیقا کافی ادعوک ایش مبنیه بلا مبنی بونکی اسی او دیله او مستقیم به حرف و شباهتی هیا. بلام یا زیدو زید بکافی ادعوکو شباهتی هیا بزمیر و امجا زمیرش بحرف و شباهتی هیا رحمت اللی با دقیقا آوه جا دی قد که دی وکاف ادعوکا یشبه کافو کاف زاکی من هاتین الجیتین دی کافی ادعوکش که زمیر اسم شباهتی هیا بکافی زاکا و زاکا چه اسمی شارکک او کافو بو خطاب دیت حالی بی لم دو جیهتوا هم كمفرد هم معرفة لو دوزيته وشيا شبهتي هي بوا جا كافي زاكا حرفة بلان كافي ادعوكا شيا اسم جالي لدى شبهتك كافي زاكا هيتي بكافي شبهتك كافي ادعوكا هيتي بكافي زاكا اويا كاليك لتشيو شبهتي هي بوا دي قدك بيلا شبهتي وضعي يعني تي يعني ساختاري كلمة كتك حرفين هدوشان أعتقد كا بس هر اسمك أها وكو زمائر مثلا هر اسمك يا هر اسمك شكاك أحيانا دسكود تك حرفي بو يا دو حرفي بو وكو زمائر مبني لبي بو چونك حروف بعام ساختاري كان تك حرفي و دو حرفي أو شبهات أصلي كيتي لواقع ده جابنا ليرا ده أم آوايدك علي كافي أدعوك كا ضمير ومفعول به لهذا وكو كافي زاكا من كافي زاكا اول اسم اشاره الى الله توضيح يدين زاب ومفرد مذكر اشاره وقت جها امن اشارتك دكم بوكسك كمفرد مذكرك بلام دم هيتوج ودربك علمتي زا اشاره بوتوناكم اشاره بمذكرك دكم بلام لازم ندا دم هي تو وادار كم كو اشاره بو يدكم تي ام كافا كافي خطابه هم افرادي تدا هم تعريفي تدا ولولا شوا باري ساختاري كلمه كش وايه تك حرفيه تي كافي ادوكش لهم امانه او كوايه بس كافي ادوك كزميرك زميرك مستقيم شبهتي هي بحرفك وا حرفك لو ورجتوا يعني بناكي لو ورجتوا بلام لخزمة عارس كم زميلك السلام عليكم بلام زميلك دقيقا هاتوا زميلك مستقيم لحرفك ومبني بون يخي ورجتوا بلام مناداك هاتوا أم شبهتي هي بزميلة وزميل شبهتي هي بحرفه دقيقا أوايا بس فيكون مبنياً أيضاً بس أم يا زيدوش مبني دبي دوبارا عفو جا أم جا وكاف زاكا حرف مبني فمشابهه يكون مبنياً أيضاً كاف زاكا حرف مبني الأصل ومبني الأصل تشونك أصل لا
بنارتي هرشي حرفك بناية هيك حرفك قابليتي وينك على قولك چونك معاني فاعل ومفعول مضاف إليه هيك كاتك بس الحرف ده دانبر دي وقتك آوايا لبنارتا هرشي حرفك مبنية دي كافي ذاك حرف مبني الأصلشة بس فمشابهه يكون مبنيا أيضا أوش كوكو أو حرف بتي وكو زميري أدعوك بيت أبيش دبيت تشي دبيت مبني إستي الزمائر دقيقا لتي لابونا مبني وكو أرزم كدي شباتي وزيان هي يعني ساختار الشكل زمير وكو ساختار الشكل حرف دتت حرف بعام دو حرفين ويك حرفين أكثر أنوان أو واو عطف أو بي حرف جر أو اللامي حرف جر حالي أرزم دبي أو في عاطفة حالي أرزم دبي او في جيغي ربا او واي ربا ام حرف زورا كواتك حرفين او همزه استفهام ده زمائر اكثر انوان چونك لشكلا وكو حرف دسن بونا مبني جا ام جا ومشابه المشابه مشابه لذلك الشيء ام يقصك بس فيكون مبني ايلا مشابه اول منظوري چيا يا زيدوا زيدوا كيا مشابه دوام أرزي أجا مشابه المشابه منظوري أوا أوي أولا كا يا زيدوا أوي كوكو يعني زيدو كوكو تشدت كوكو أرزي براي برزقهم شبهاتي هي بكافي زميل كلا أدعو كدا هي أوي الشبهاتي هي بتشي وكبلين بكافي كلا زاك دا هي وكافي حرفيتها جا أوي كا شبيه وكو زيد بكافي أدعوك وو أويش كشبيها بكافي حرفيتها لذاك دا أم مشابهة أولا أويش دبيتها مبني وكوي كواب لي دقيقا عرزي براي خوم كم دوستي مثلا تي قديم شتي كان لقلت لا بلا بلا دقيقا يا مثلا دوستي كده هي تو أويش دوستي كي هي لطريقي أو دوستوا كتوهتا دوستك او دبت دوستي تو دقيقا اما ابني بوني يا زيدو اوايا دقيقا يا زيدو كمنادى مفرد معرفه بوت مبني بوكوكو زمير دچت زمير دو دانا برج سجن هيا مفردا يعني مضاف شي فمضافنين معرفه شن زورتك دي ام زميريش وكو او حرف دت لبدا بس يا زيدو هاتوا مبني بونك كسب كردولتي لكافي زميله وكافي زميلش راس وخو لحرفه وقرتويتي بس ومشابه المشابه مشابه لذلك شيء اوي كوكو زمير دا شيء هر شبيه بوشتك حرفك يا يعني دقيقا نقطة اتفاقك اللي رد اويا افراد تعريفك يا افراد تعريفك كلا زميلك داهي خول يا زيدوش داهي بس وكوا هر راس وخو الشبهاتي بوبتي يا بحرفه عربي اود دليل مبني بونك بس سؤال سي سؤال دروزه يا زيدو بو مبنيه اود دليلك دليلك بو كشبهات هي كك بحرفه دو ام جاب بو مبني بو لس الحركه مبني نبو لس سكون چونك اصلا مبني دا او يا مش مبني بلس شي لس سكون بو مبني نبو لس سكون وانما بني على الحركه فرقا بين البناء اللازم والعارض بويش مبني بوالا سر حركة بوي فرق جاوازي بلا بيني مبني اللازم ومبني العارض مبني اللازم تيا مبني اللازم أو مبنية كلا أساس بنارت أخوي مبنية بلان عارض أوي وكو أم بيشامة كديتا بيشاوة دبتا تي دبتا مبني يعني بهوي شباهاتي كبحرف وبوي دروز دبتا دبتا تي دبتا مبني علماء عرب عام أو كاران كدكتوين أوانا كمبنين لأصل دا لبنارتا أصل هو مبني بالنسسكن أما أواني بالأساسي بيش آمدو بيش هاتك دبن مبني بأوا مبني بالنس الحركة بأمدو قسمتا لك جابك لين أواني بلا محقق رضي لشرح كافية دا دلي بوية بوة مبني بوة لس الحركة شونك دلي مبني منادى مفرد معرفة كمبنية لصدم على الريشي هي لإعراب دا ريشة 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 داربوني منادى مفردي معرفة الإعراب لا دلشتي كي لواقعة يعني
شتێکی مادار ینی مای هەیە لە عێراقدا بەو دلیلە بۆتە چی بۆتە بڵێن مەبنی بووە لەسەر حەرەکە بەڵا ئەم جوابەش جوابێکی جوانە بۆی مەبنی اللازم و مەبنی العارض چیە لێک جا بکرێنەوە ئافەری لێک بچڕن ئەوە جوابی دووەمیش ئەی ئەمجا بۆ مەبنی بووە لە ناو حەرەکەکاندا لە سەڵدەم با لە سەفەت حوکەسرە بووە یەکیان بووە وإنما يبنى على الضم لتخالف حركة بناء حركة إعرابه آه دل بوج مبني بو على صزم بووي بيتشوانه بي حركة مبني بوني منادى مفرد معرفة بو حركة إعرابي بناء هر أو بو حركة إعرابية كي شون يعني دل بوي مبني ما نكد على صزم بووي مبني ما نكد على صرف فتح وكسر بوي حركة منادى مفرد معرفة كما منادايا أما ابني بونا أم حركة بيتشواني حركة عربية كيبة شون كم منادا دبيت السيبش دو بشي معربة بشي كي مبنية اسي منادايا كمان هي كاملة دانتو منادايا مستغاس منادايا مستغاس أو منادايا كما جرر بلاهمي حرف جر معربة منادايا مزابشي بمزابش كخنوان شيا منصوبة جايسيتو أقل مجروري كي كسري بيبدي ودزاي منادايا مستغاس يا زيدي وكو ايوه چه اگر منصوبي كي فتح بيد الله يا زيدا وكو يا عبد الله يت لم حاربي ابو الى وان نتي بووي او بشل منادا كمعربه منصوبه ومجروره منادا مني معرب ومرفوع به وايا با حركه بنائيه كا اي منادا بيچواني حركه اعرابيه كبت چونك منادايك من هي منصوبه وكو اوسيانه والكخمن من منادايك معناها كليرة دا بحثي نكدوا كالكتبة كاني كاري خلو منادايك مستغاصة أو يجري هي دي دي مينة تواني منادا مانية مرفوع بي با أم زمي بيت با لوانا نتشي لواقع دا رحمة الله بي چونك أبو خيدة فرمي فإن المنادى المعرب فإن المنادى المعربة إما منصوب كما عرفت منادى معرب يا منصوبة وكو قزارة منادى مزافة مزافة أو مجرور يتشي رحمة إخوالي بي يا مجرورة زود شك جاءوا كاتا وذلك إذا دخلت عليه لام الجري أو إشكاتك كوا لامي حرف جر بتتسر حال يرزم لبي أم جاء دل أجر مبني بلا سر فتح التباس لبي مثلا بنكي روا وكم مثلا أحمر إنسان واد زاني نونكي ل تنونكي بو إلى بوتاني لبر خاطري أو كغير منصرفة إنسان واد زاني أجر مبني بلا مثلا لسر كسر مثلا قترا ومثلا التباسي لبي بمنادي مضافه وكو يا غلامي يا غلاميها مبنيه لسركس اللي ردا او ظاهره كمان النائب مبنيه لسركس الواقده بلا انت ما شادكي چونك اضافه كلابروي متكلم اها اخر كي امزه حصفيه ككلاوا وكو يا ربي يا غلامي يا اخي سهليتي يك مقتضي كسر ما قبلك يتي حذف انسان ولزاني منادي مضافه وكاتي هل تيجي منادى مضاف له شيء بروي متكلم عقب لي مثلا يا زيدي انسان ورزان دلم يا زيدي اي زيد كي خوم او اشكالش دوباره لي داتيا دوباره هر پیدا بتونه چونكه لا منادى مضاف له وي متكلم حذفيه كده كريه بلان كسري پيجيه كده بينه توانه بو بيانگر به كلي داتيا حذفيه كراوا زمنه نوش دروز ده بي اگر او بكره وذلك إذا دخل عليه لام جر وكو يا لزيدين إيسا زيدين هو منادى معربة جر هي وتسمى هذه اللام وتسمى هذه اللام لام الاستغاثة بم لام استغاثة في دكتورية وهذا المنادى المنادى المستغاث مستغاثي أما مناداج مناداي مستغاثي في دكتورية أم جاو إنما أعرب المنادى المضاف والمضارع له والنكرة للاندفاع والشبهي أمجا سؤال إذا بيشودي باشا منادى مفرد معرفة بو مبني بو أوانيك كخوين معنى معرب على منادى مضاف مشابه بمضاف نكير بو معرب لانتفاء وجه الشبه چونك وجه شبهك لمنادى مضاف شيء بمضاف نكير دانية كتش وجه شبهك أعني الإفراد في الأولين والتعريف في الثالثي لدو أول كان دا مضاف شيء بمضاف إفراد تيانية مضاف لسه وكم دا كنكير تعريف تيانية بلا أيوان يا كاكا أي رحمة إخواني أمزا وإنما أعرب المنادى المستغاث منادى المستغاث بو معرب لأن إلغاء عمل حرف الجر غير واقع في كلام العربي بلين بينين يا لزيد آو أخوينين
بكينا مبني لصالة مكين خو مفرد معرفة يا بو مبني ما نكل مبني ما نكل على صالة شو كأجا مبني كين لصالة سرد شيء شيء بو كحرف زرقاء لغو بيته ولا عمل ده خشتي ولا كلام عرب دانية مطلقة لأدبيات عرب ذاك توبين يسبكي حرف زرقاء تليبكي لغو بكيته باشا بوكا أما